بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صالح سلطان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بحيرة القرش أو شارك ليك. اليوم راح نتكلم عن اليوفي في المايا وعلاقتها مع الفوتوشوب بي اس دي. طبعا التطبيقات اللي راح نشتغل بها اليوم ممكن نطبقها على سينما 4D أو 3D Max. لا أعرف عن البرامج الثانية، لكن ذكر 3 Light Wave كمان كان في الخاصية هذه. نبدأ بسم الله. طبعا الآن حبيت نفصل المواد المهمة عن المواد يعني الثنائية. العمود راح يكون ظاهر جدا، فنعمل له UV لوحده، والخشبة هذه طبعا هي أهم حاجة في المنظر كله، قصدي في المنظر تاع الخلفية تاع الساين هذه. ومن بعد الحدايد الثانية الخلفية هذه ممكن نعملها UV واحدة من غير طبعا هذه. طيب نبدأ بسم الله. نختار أهم حاجة اللي هي الخشبة هذه والعمود، عمود خشبة. شوف اخترناهم، نعم، ونعملهم كنترول هايد، الكنترول اتش، ونختار كل حاجة منها هنا، وهذه نعمل لها يوفي. قبل هذا كله يمكن من المستحسن اختار هذا كله هكذا واحطه في مكان، لحظة، لازم احطه هنا في مكان 0 0 حتى الكوردينيتس كله يكون في يعني مكان مضبوط. ارجع ان شاء الله وارجع. الان فقط حطيت اليافطة هذه في نص المنظر السين هذا، يعني عملته كله اصفار هكذا. طيب نخفي العمود ها هنا واليافطة هذه، نخفيهم كنترول اتش هكذا، ونختار كل حاجة هنا. واظن انا عملت حاجة مش بحاجة ليها هنا، لحظة شوية. اوكي، على العموم نختار هذه كلها هكذا، ونروح على create UV، ونحط اللي هي automatic mapping. automatic mapping حتى نشوفها ممكن نروح على الويندو. هذه الاوتوماتيك مابين. اوكي، ممكن نروح على الويندو على اليو في تكستشر اديتور هكذا، ونشوف هذه هي اليو في. طبعا مش مهتم كثير بالماتيريالز هون، لانه راح تكون اول حاجه بعيده، ثم هذه يعني ثنائيه. اذا كانت قريبه جدا المفروض يعني تعملها يعني جروب تفصلهم وتشتغل عليهم. على العموم راح اعمل هذه بالعمود ان شاء الله واليافطه. عم تختار الشيل هذا وتختارهم كلهم هكذا، لانه المفروض ما يطلعوش عن الحيز هنا. تختار اللي هي ار وتعمل سكيل، يعني تهبط في سكيل قليلا هكذا. اوكي طيب، نقول هذا اليو في ها هنا، نحط سبيس بار ونروح على الديسبلاي ونروح على الشو، وشو لاست هيدنج اللي هو كان العمود والخشبة. طيب كليك يمين ونختار الاوبجكت هكذا، نختار العمود هذا. اوكي، ظاهر انه عنده يو في، لكن نقول اذا يعني ما عندوش يو في نروح على سبيس بار هكذا، ونروح على الشو، قصدي اللي هي ديسبلاي، ونروح على هايد، وهايد ان سيلكتد اوبجكتس. راح يعمل لك هايد لكل حاجه الا الحاجه اللي انت عامل لها سيلكشن. تروح على كرييت، وهذه نحط لها سيلندريك مابينج. نلاحظ انه عامل لها يو في، عامل لها يو في، لكن الدائره غير كامله، فنختار هذه ونحاول نقفل الدائرة هذه. سكيل اب الدائرة تكون من هذا، نعم، ونروح قفلنا الدائرة هكذا، دائرة متكاملة. ونروح على اليو في اللي هي ويندو يو في تكستشر اديتور، والان نختار هذه اذا ما كانش مختارة. طبعا تروح على الشيل هكذا وتختارها كاملة هكذا،
تروح على الار وتصغرها قليلا، لانه قلنا ما تطلعش عن ال عن ال الحدود هنا. واحنا بحاجة لأكبر مساحة يو في، فممكن نكبرها بالطريقة هذه. اوكي، الآن عملنا يو في للمنطقة هذه أيضا. طيب نروح على الديسبلاي وشو لاست هيدنج، نطلعهم كلهم. الآن الخشبوي هي أهم حاجة في السين هذا كله. نختار الخشبة، نشوف إذا فعلا اخترناها. نعم، اللي هي هذه. بعد نفس الحاجة display hide hide unselected، و نروح على create UV. المرة هذه نحط اللي هي planar mapping. عملت لها planar mapping، لكن ال planar mapping طلع شوية غلط. فنروح على ال UV ها هنا، نروح على rotation من ناقص 90 نحطها صفر هكذا. اوكي، و نقول عليه اوكي. على فكرة ممكن تغيرها هنا، تكبر هكذا او تصغر، لكن انا راح اعملها من الويندو يو في تكستشر اديتور، ومن المنطقة هذه. هذه هي منطقتنا، فنختار شيل هكذا و ار، وممكن نصغرها قليلا هكذا. ممتاز. الان لما عملنا اليو في وكملناهم، نعمل سيف طبعا. الآن نعمل ماتيريال لهذه. ممكن نرجع اللي هي شو لاس هيلين هكذا، ونعمل ماتيريال لهذه أولا لليافطة. طبعا تختار من هنا، تروح على الريندرينج، وبعدين تختار تكستشرين هكذا، وتروح على كرييت بي اس دي نتورك. أول حاجة خلينا نعمل ماتيريال للمنطقة هذه. ف نروح على الويندو ريندر اديتور، هايبر شيد قصدي. وهنا ممكن نعمل لامبرت، لأنه مش عاوزين ل يمكن نختار فونغ اي هكذا، يمكن نختار سبيكولر والحاجات هذه. طيب فونغ اي ممكن نكتبها باك ساين ايمج، و ممكن نفتحها هكذا. ممتاز. ال ريفلكشن ممكن نحطها زي حاجة زي فاصلة صفر وواحد هكذا. اوكي، نختار هذه ونحطها فوق اليافطة. ممتاز. الآن لما نحط على التكستشر تكستشرينج، ونروح على كرييت بي اس دي نتورك هكذا، نسمي هذه نسميها فرونت ساين. طبعا اوبن ادوبي فوتوشوب لازم يكون معمولها تشيك، و keep aspect ratio حتى تكون لك مربع كامل يكون معمولها تشيك. الآن ممكن نختار color diffuse bump reflectivity، مش بحاجة ليها الآن يعني. تختار من الاثنين هكذا، وهذه تكون anti-alias lines، تكون معمولها تشيك كمان. وتروح create، راح يفتح لك في الفوتوشوب. في الفوتوشوب يفتح لك كم من layer هكذا، مثلا هذا اللاير تاع ال UV اللي عملناه، وهذا اللي هو الديفيوز، وهذا هو الكالرينج. راح يمكن نشتغل على الكالرينج، شيل الديفيوز هكذا ونحط اللاير جديد على الفولدر تاع الكالر. وطبعا عندي حاجة جاهزة ها هنا، ممكن هذه اختارها كلها هكذا. نعم، وممكن اروح على المنطقة هذه هكذا، و طبعا ممكن تكون مرتبة اكتر مني، ففقط اعمل كنترول تي حتى طبعا بالشيفت كمان هكذا، لانه هذه انا نسيت انها 2K. 2K حاجة كبيرة جدا طبعا اكيد،
وال البوستر هذا اللي عملناه حاجة كانت بسيطة. طيب حتى نمحي الحاجات اللي خارج الإطار اللي عملناه باليو في، نروح على اليو في هذه ونحط كنترول وكليك حتى يعمل لنا سيلكشن، لكن عملنا سيلكشن في منطقة غلط. فقط نروح على الدبليو ونروح على اليو في سناب شوت هذه ونختار بالماجيك واند هكذا. من بعد نختار الحاجات هذه كلها اللي عملناها في البوستر، حتى نمحي الأشياء اللي خارجة عن الإطار. هكذا نمحي، نعمل ديليت وما تعملش ديليت. الظاهر اني طبعا من المستحسن انك يعني في الحالة هذه انك تعمل ميرج هكذا لكلش. من بعد الآن ممكن تمسحه هكذا، مسح كنترول دي حتى تعمل دي سيلكت هكذا. اوكي الآن لما نعمل سيف ونروح على المايا، يمكن ما تعملش ريفرش على طول. نذهب إلى اللي هي التكستشر اللي لبسناها باك ايمج ساين هكذا، ونروح على الكولر، حطيناها في الكولر لأنه، ونروح على هذه فرونت ايمج ساين ونعمل ريلود، ويمكن بحاجة لوقت قليلا. أشوف الآن أنا عرفت المشكلة، ظاهر هي كانت موجودة لكن هي كانت مخفية خلف الخشبة هذه، ففقط نحطها في المكان انتاعها. ممكن نجيب هذا للأمام قليلا. أوكي هذه هي الخشبة الآن. مثلا إذا حبيت أغير حاجة فيها، مثلا worst nightmare، وأنا حبيت أحط فقط شوية دم هنا في تحت هذه، فقط اختار الاوبجكت هكذا واعمل تكستشرنج. المره هذه edit PSD network، حبيت اعمل edit للكلر، او ممكن يتفتح كله. مثلا اعمل الايديت هكذا واروح على الفوتوشوب. طيب ممكن اعمل لاير جديد حتى، مش ممكن اعمل اللاير هذا، واحط بي للبرش واختار لون شوية في الحمار هكذا، يمكن أحمر فاقع شوية هذا، واختار البروش اللي أنا حبيته، يعني أي حاجة مش مشكلة يعني. ونصغر ممكن نصغرها بالبراكت اللي على الشمال، وممكن نعمل هكذا خط فقط مثلا، أو مثلا خط إذا حطينا شيفت وعملنا كليك وشيفت تاني عملنا كليك، ها هنا ممكن يطلع لك خط مستقيم. أوكي وخرابيش أنا. أوكي طيب نحط سيف. لما نحط سيف نرجع للمايا كلوز، نعمل ريلود للإيمج، والآن تعملت لها ريلود، ممتاز. الآن نعمل سيف مرة تانية للمايا. الآن نختار العمود هذا اوكي، و برضو نروح على التكستورينج و edit PSD network. الان راح يفتح لنا في الفوتوشوب، المفروض يفتح في الفوتوشوب. ما عملناهوش تكستر. طيب نروح على الويندو rendering و هايبر شيد، هذي نعملها لامبرت لانه نعمل لها فونك لأنه يمكن يكون فيها لمعان، تكون في شوية هي فيها حديد، ونختار هذه. صح راح تكون فيها حديد. طيب ممكن نعمل التكستر بتاع الحديد في الفوتوشوب لكن تكون سريعة يعني. هذه نحط بول هكذا، ونختار مثلا لون على بياض هكذا، وال نشوف السباكيلر
ممكن تكون قليلا هكذا. اوكي، احسن نعملها على الفوتوشوب، تكون نرجع للهايبر شير، ما عملناهاش ابلاي. ندور على البول هذه هكذا، و طبعا نختار هذا هكذا، وكليك يمين على الشيدر و assign material to selection. تاز. الآن بهذه معمول لها selection، نروح على texture ونحط على create PST network، وطبعا color راح نختار color أو نجرب الديفيوز و create diffuse. ممكن لازم نحطه بالسهم هذا، نحطه في selected attributes هكذا، ونحط create. لما نحط create راح يفتح لي في الفوتوشوب. على فكرة إذا كان من الصعب إنك تشوف في المخطط تاع ال UV، تختار ال UV snapshot، تحط control I حتى يعكس لك اللون من الأبيض إلى الأسود. وممكن نشيل هذه أو نختار اللون الأسود ها هنا. اوكي، نختار الباكيت و نحط انه الديفيوز. نعم، طبعا شلت اللاير تاع الديفيوز هكذا، وممكن تشوفها بطريقه اسهل. الان اذا حطيناها لون ابيض راح تشوفها احسن. طيب، الديفيوز طبعا هيكون لون ابيض، لكن بحاجه الى انه يكون في زي التكستر تاع الحديد. التكستر تاع الحديد ممكن نعملها مثلا، نعمل لاير جديد ونختار اللون الابيض هكذا، ونحطه كل حاجه بيضة، وهذه معمول ابيض، ونعملها زي رمادي، حتى هذه مش ضروري تكون ابيض 100%. ونروح على الفلترز، ونروح على فايبر، ونعمل فايبر حاجة يعني طويلة هكذا زي بالطريقة هذه. طبعا في عدة طرق، لكن انا راح اعملها بالطريقة هذه، حصل لي هذا الموضوع هكذا. ممكن اغير مودز ونشوف ماذا ينفع معنا. ممكن شيفت و بلس، وظاهر ما تغيرش معنا حاجة. هي شيفت و بلس و ماينس، انا مش شغال عندي لأحد الأسباب. على العموم نحطها سكرين او اوفرلاي، ما يمكن اوفرلاي تمشي احسن. الان طبعا نحط شوية يعني أوساخ على هذا، فنروح على ندوس بي للبرش، و ممكن تختار برش على حسب انت ما يعني حبيت هكذا. وطبعا لازم تعمل لاير جديد هكذا، وتعمل شوية أوساخ فوق وتحت مثلا. طبعا ممكن تاخذ وقتك فيها، يعني انا مش راح اخذ وقت طويل. ممكن اختار برش تاني، وطبعا خاصة اذا كان العمود راح يظهر يعني في منطقة حساسة، يعني في المشهد لازم يكون يعني لازم يكون منظره جيد جدا. و حاجة تانية انه لازم تشوف يعني عواميد حقيقية، ومن هناك تشتغل عليها. الان انا شغال شغل عشوائي، وهذا يعني شغل غير مستحب. طبعا راح ازيد حاجاتها هنا زي ما تعلمنا في تاع المد بوكس، انه الاشياء اللي تكون على الاطراف مرات بتكون موسخة من المطر والاشياء
خاصة عادة من الماء يعني المطر والغبار. طيب نقول أوكي، نحط سيف هكذا ونرجع لل طبعا نروح على السناب شوت هنا ونختار الماجيك واند بالدبليو اللي هي هذه، ونختار الأشياء الخارجية هذه، نختار هذه ونمسح من الخارج، نختار هذه أيضا ونمسح من الخارج هكذا، نختار هذه أيضا ونمسح من الخارج. هذه ما لهاش داعي أظن، هذه فقط على أساس أنها تبقى في ال يعني تبقى نظيفة لينا إحنا يعني. طيب كنترول دي بعدين نحط سيف ونذهب إلى المايه. الآن إذا اخترنا العمود المفروض التكسر تكون لبست الآن، لكن الظاهر لسه ما وصلتهاش هنا. نروح على البول فونج 2 ونروح على الديفيوز ونعمل ريلود للديفيوز. اوكي فقط الآن نختار هذه الديفيوز ونحط كوماند سي ونخرج إلى الخارج ونروح على الكولر، ندوس على العلامة ها هنا وندوس على الفايل هكذا، ونروح على الايمج نيم ونعمل كوماند في او كنترول في اوكي حتى يطلع لنا هذا في الكولرز هكذا. نلاحظ انه لما يطلع لك انه يعني الترانسبيرنسي فيه هكذا، معناته انك لما ترجع معناته ما فيش مرات الترانسبيرنسي تطلعها هنا. اذا طلعت لك ترانسبيرنسي فقط تروح على الـ على الترانسبيرنسي هكذا، كليك يمين وتعمل بريك، راح تطلع لك هنا بريك، فتحط البريك. انا راح اعمل بريك للديفيوز لاني مش بحاجة للديفيوز الان. ممتاز، هذا بالنسبة للمنطقة هذه. نعمل ريندر، ما حبش يعمل ريندر. الظاهر عندي مشكلة في الايمج فايل مرة تانية. نعم شوف المشكلة هذه، نعم الظاهر كان عندي مشكلة في الـ في الايمج تاع الـ تاع البول، اصلحها الان. لكن هذا هو الريندر تاع الـ اليافطة. طيب فقط أرجع البول شو وشو الله سيدنج. يعني كويس إنك تطلع لك المشاكل هذه هنا حتى تعرف كيف تحلها وما هي المشاكل. المشكلة إنه هي في الإيمج نفسها. نروح على هنا كذا ونروح على الأوبجكت هنا ونروح على على يمكن الديفيوز، يمكن لازم نرجعه. يمكن انا سميتها اسم تاني كمان، سميتها حاجة زي بول والله اعلم بتذكر. طيب اعمل بريك هنا ارجع الى هنا واعمل بي سي وورك تيست، اشوف اسم الفايل في الفوتوشوب هذا الفايل ماشي، نعمل له سيف از نسميه بول تكستشر، اعمل له سيف. الان لما ارجع على المايا و اروح على الفايل ايمج نيم مرة تانية واروح على البول تكستشر هكذا، ارجع اعمل سيف اعمل ريندر، برضو عامل لي مشكلة. طيب في الحالة هذه راح اعمل له سيف از جيبيج. اعمل ريندر، في الحالة هذه اظني راح يكون اوكي مفيش مشاكل.
اوكي، وفعلا تعمل لي ريندر من غير مشاكل، لكن الريفلكشن فيه عالي جدا. فنرجع مرة تانية للتكسر، نروح على الريفلكشن ونحطها زي فاصلة صفر واحد حتى هكذا. اوكي، الآن نعمل الحاجات التانية. التكسرز تاعون هذه، التكسر تاعون هذه الحدايد الزايدة، مش ضروري نروح على الفوتوشوب، ممكن نعملها هنا بسرعة يعني. في الحالة هذه نخفي الأشياء اللي ما حبيناش نغير عليها، ونختار هذوما هكذا، نروح على الويندو ريندرينج هايبر شيد. وأنا قبل شوي عملت فونج اي فونج، أو اللي عملت ال MIA X material هكذا. وهذه ممكن اختار preset، قبل شوي اخترت preset ما عجبتنيش، و اوكي نختار هذه، ولكن الظاهر انه الريفلكشن فيها عالي. اختار هذه اغمقها هكذا، ونروح على الريفلكتيفيتي ونحطها صفر، نقول عليها الدهان كان قوي، نحطها تقريبا يعني حاجة ضئيلة جدا هكذا. و اوكي اختارهم هذه كلها هكذا، كليك يمين طبعا assign to materials. طبعا هذه برضو انت لازم تشتغل عليها كويس، انا فقط هنا يعني فقط تمشيتي الحال، وكمان هي يعني بعيدة جدا عن ال بعيدة جدا عن ال قصدي ال السين. ظاهر انه حصلت لنا مشكلة، ها هنا ارجع ال ظاهر اني عملت Right, show last heading. Show last heading. طيب في الحالة هذه رجع هنا في الجروب هذا. اوكي، والخشبة هذه مشكلة ال لازم ادور عليها وتلقيها. طيب الاقي الخشبة اللي انا عملت لها هيدنج و اللي عملت لها هايد، ومن بعد رجعت. اخي الحبيب، اتريد ان تحيا في ذمة الله؟ اتريد ان تكون نشيطا طيب النفس في يومك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك إذا قمت فصليت الفجر تصبح نشيطا طيب النفس، وإذا ركبت تصبح خبيث النفس كسلان. فلا يطلبك الله من ذمته بشيء، لا تدري متى يحضرك الموت، ربما يأتيك من يومك من غد وأنت لم تصلي الفجر، فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ طبعا وجدت ال وجدت اليافطة هنا الحمد لله، والآن اخترت كل حاجة إلا إلا المناطق اللي ما حبيتش أغيرها، وأخذ الماتيريال اللي عملناها قبل شوية وأحط assign material to selection. assign material to selection، و نعم أظن الخشبة هذه أنا مش بحاجة ليها أصلا هكذا، أو أرجع هذه في مكانها الخشبة هذه. اوكي، لانه الخشبة هذيك ما عملت ليش الا المشاكل بصراحة. اوكي الان نعمل سيف و نشوف اذا عندنا المنظور الكاميرا ها هنا. نعم عندنا المنظور من ها هنا، والان نعمل ريندر.
انا غيرت مكان طبعا انا غيرت المكان تاع هذا الموقع. الان احطه في الموقع هكذا بسرعة، فقط اروح على طبعا اذهب الى المكان الاساسي هنا، واروح على الديسبلاي ويندو قصدي واوتلاينر هكذا، واختار اليافطة طبعا اللي هي اظني هذه هكذا، وطبعا اعمل دي سيلكت لل اكستنشن الخلف هذه، اختار هذه فقط. الظاهر انه هما في مكان واحد. اوكي اخترت هذه هكذا، ومن بعد اختار طبعا السلكشن دبليو، وبالفي فقط احطها في حتى يعمل لي سناب للمنطقة هذيك. اطلع من منظور الكاميرا واحط اف حتى احط fit to view هكذا، وفقط احطها في المنطقة المفروض اللي كانت هي فيها اصلا. وطبعا انا لعبت بالروتيشن، ففقط ارجع الروتيشن. طبعا انا حبيت اعمل روتيشن بانها يعني بالطريقة تعمل لي سناب، فحط الروتيشن اللي هي الاي وكليك شمال واحط ديسكريت روتيشن هكذا، فلما اعمل روتيشن تطلع تعمل لي سناب مع كل حركة هكذا، واحط هكذا. طبعا حتى ما ننساش يعني تحط اي مرة تانية وكليك يمين وتشيل هذه ديسكريت ديسكريت روتيت. اوكي الان نروح من منظور الكاميرا مرة تانية هكذا، وهي في الموقع الصحيح الان. يمكن اهبطها قليلا لان انا بذكر كانت اوطى من هكذا هكذا، واعمل ارجع بالشوية هكذا واعمل ريندر الان. اوكي ظهر انه عندي مشاكل. لاحظت الان انه ظهرت لي مشاكل في ال في التكستشرز لسبب ما، اختفت لي التكستشرز. ف ارجع للساين طبعا لانه هنا بتختلف ال انا هذه واحدة تانية انا عملتها، ظهر اني ما اخترتش الحاجة الصحيحة المجسم الصحيح. فقط الان انت تختار المجسم الصحيح وتحطه في المكان هذا، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، لا يخفى على أحد ما يتعرض له أهلنا في الشام المباركة من جرائم ومجازر على يد النظام السوري السفاح، وقد أمرنا بنصرة المظلومين. يقول الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. إن نصرة إخوتنا في الشام تكون من خلال تبني قضيتهم ومناصرتهم إعلاميا، وتقديم الدعم المادي وجمع المال من الأهل والأصحاب وزملاء العمل، وإرسال إلى الجهات الموثوقة المهتمة بالشأن السوري. واعلموا إخوتي أنه لا خير فينا إذا فسدت الشام، كما أخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهبوا إلى نصرة الشام وأهل الشام وجزاكم الله خيرا. نعم رجعتها في مكانها، لكن لاحظت أنها شوية الألوان باهتة، فإذا نظرنا هنا نلاقي ترانسبيرنسي معمولها معمولها عملية هنا. فقط زي ما قلت لكم في نص الحلقة تختار كليك يمين وتعمل بريك هكذا، فتعمل بريك للترانسبيرنسي. نختار ريجن هنا ونعمل ريندر، شوف إذا غير شوية. ما غيرش كتير، لك أنا طبعا مختار اللوحة فقط.
في الحالة هذه نروح على الديفيوز. أصلا مش عارف إذا الديفيوز ليها لازمة ولا لا، فنعمل بريك للديفيوز أصلا هكذا، ونعمل ريندر ريجن. نعم، في الحالة هذه نشيل الديفيوز ونحط الديفيوز زي حاجة زي 1.3 هكذا. والآن نعمل ريندر ريجن. اوكي، يمكن بحاجة انه نزيد لها الإضاءة، او مثلا نزيد لها زي هذه السبيكولر والحاجات هذه. حتى هذه ممكن نحط لها زي 5 هكذا، والسبيكولر ممكن هذه برضو نلعب فيها بعدين. لكن على العموم يعني المنظر تاع العمود ها هنا وال اليافطة الآن تصلح. وهذه هي الطريقة انك تتعامل في الفوتوشوب والمايا. طبعا في اي منطقة احنا عملنا هذه بالمود بوكس، يعني في اي حالة اذا كان ما عندكش المود بوكس وعندك الفوتوشوب ممكن تستخدم الفوتوشوب، حتى لو كنت تستخدم سينما 4D ماكس 3D ماكس او مايا، واظن في البرامج الثانية برضو. يعني تقريبا فوتوشوب هو حاجة عالمية يعني ستاندرد، فاظن كل البرامج ممكن تشتغل على الفوتوشوب، حتى نيوك وافتر افكتس وفيوجن والحاجات هذه. طيب، هذه نهاية الحلقة، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمشاهدة بقية الدروس تذهب الى 3dregion.com، وهناك ممكن تلاقي الدروس مفصلة على حسب نوعيتها. للتفاعل للأسئلة والمشاركات تذهب إلى facebook.com/saltmedia. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.